بص حضرتك، الفيلا ان شاء الله باذن الله هي عليها سور بالكامل. تمام ماشي. لا ماشي خلاص بالكامل. تعالى هنا خش قدام كده، تعالى كده. خد بقى صورة انت هنا حضرتك. ماشي يا حاج صلاح. تمام ماشي تمام ماشي. اتفضل. خدتها لك على اعلى مستوى ان شاء الله. لا لا تعال كده. ماشي ماشي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، لا قوة الا بالله العلي العظيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. احنا داخل مزرعة 82 فدان اللي هي على طريق التحدي مباشر لهواك 500 متر. طبعا فيها ما شاء الله تبارك الله لا قوة الا بالله زراعات محترمة جدا. صور الفيلا على اعلى طراز، ممكن فيديو يجيبها معايا من بعيد. دي هعمل لها فيديو تاني ان شاء الله الفيلا نفسها، لكن احنا بنتكلم دلوقتي فوقود نهائية مساحة 82 فدان ملك جهاز مدينة السادات، معلهاش أي مستحقات. فيها 20 فدان عنب كريمسون، فيها 20 فدان خوخ، بقية المساحة مانجا. عليها مشروع إنتاج حيواني على 4.5 فدان يسع لحد 600 راس. مشروع إنتاج الحيواني طبعا مرخص عليه سور خاص. برضه في مكنة أعلاف بتخدم على المشروع بالكامل. مشروع عليه مبنى مكون من دورين، استراحات مهندسين، استراحات دكتور تبع المجال الحيواني، استراحات عمالة. تراس كويس محترم. برضو مشروع الانتاج الحيواني كله مصور، يعني عليه صور بالكامل. ده الى هنا بالكريمسون. وده مباني الانتاج الحيواني بالكامل. ده